السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إسماعيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى أين ذاهب؟ سأشرب من ينبوع المعرفة. وأين ذلك المكان؟ تعال معي سأريك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهكم في الدين. تمسكت رسول صلى الله عليه وسلم سات وأرى الله شدة فرع في برنسل